انخفاض سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الليرة السورية في عدد من المدن والمحافظات، ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ترفع أسعار المشتقات النفطية للمرة الثانية خلال أسبوعين، وتقارير تكشف عن استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الأسواق لتسجل أرقام جنونية، وانخفاض أسعار الذهب في الداخل السوري بمقدار 3000 ليرة على خلفية انخفاض سعر الأونصة عالميا. كل ده وبالتفصيل هنعرفه مع بعض من خلال الحلقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جولتنا اليومية لاستعراض أسعار صرف الدولار وعدد من العملات الأجنبية والعربية أمام الليرتين السورية واللبنانية. بس زي ما احنا متعودين قبل ما نبدأ الجولة، ما ننساش نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في البداية، ففيها الخير والبركة. ويلا بينا نبدأ. أهلا بيكم. سجل سعر صرف الدولار الأمريكي تراجع في عدد من المدن والمحافظات أمام الليرة السورية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 23 يناير 2024، ورغم استقرار سوق الصرف وتراجع الدولار القليل في عدد من المحافظات، إلا أن أسعار السلع التي يحتاجها المواطنين تحلق عاليا لتسجل أرقام ومستويات فوق تحمل الجميع. ومؤخرا كشفت تقارير أن سعر لتر الزيت النباتي سجل في أسواق دمشق أسعار ما بين 27500 ليرة وصولا إلى 29500 ليرة، في حين تراوح سعر لتر زيت الزيتون ما بين 100000 وصولا إلى 115000 ليرة، وتراوح سعر كيلو الأرز المصري المفرط ما بين 14500 ليرة وصولا إلى 16000 ليرة، والمغلف تراوح سعره ما بين 16000 إلى 17000 ليرة، وتراوح سعر كيلو السكر ما بين 14500 ليرة إلى 16000 ليرة، وكيلو الشعرية يباع ما بين 11000 وصولا إلى 14000 ليرة، ونفس الماركة المكرونة تراوحت ما بين 16000 إلى 18000 ليرة، حين وصل سعر الحمص إلى 32000 ليرة، وسجل سعر دقيق القمح 10000 ليرة سورية، وتراوح سعر كيلو الشاي ما بين 130000 إلى 160000 ليرة، وسجل صحن البيض أسعار ما بين 55000 وصولا إلى 62000 ليرة حسب الوزن. ومن جانبه قال إسماعيل المصري مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك إن أسعار المواد المستوردة من قبل القطاع الخاص يجرى العمل على تسعيرها من خلال تشكيل لجنة تدرس بيانات التكلفة الحقيقية للمواد تتألف من مدير الأسعار وممثل عن غرفة التجارة ومن الجمارك كون المادة مستوردة ومن المالية والمصرف المركزي لتحديد سعر الصرف. وأضاف أنه إذا كانت السلعة للتصنيع يشارك في التسعير ممثل من غرفة الصناعة، وكذلك إذا كانت المواد حيوانية أو زراعية يكون هناك ممثل من غرفة الزراعة. وأشار إلى أنه تقدم من قبل المستورد بيانات كلفة حقيقية بالمادة تدرس ويضاف لها هامش ربح، ومن ثم يصدر السعر ويعمم على مديريات التجارة الداخلية للعمل به ومتابعة الأسعار على أسسه، ومحصلة ترك المواطن في يد التاجر مزيد من الضغوط والمعاناة التي يتحملها المواطن وحده دون غيره. ورغم ما يعانيه المواطن السوري من سوء في الحالة المعيشية، أجده لا يزال متمسك بأمال وأحلام عودة الحبيبة سوريا لما كانت عليه من قبل، الهلال الخصيب الذي يربط بين الشرق والغرب. وأقولها وأكررها في كل حلقة إن حييت: بلادك حياتك وشرفك، إن بقيت بقيت أنت وذكرت، وإن فنيت وانكسرت تشردت أنت بين الدول. فالتاريخ إما أن يذكرك بأفعالك الوطنية المشرفة أو ينساك للأبد. وفقا لنشرات مصرف سوريا المركزي، سجل متوسط سعر دولار مقابل ليرة سورية في البنوك رسميا 13000 ليرة وفقا لنشرة المصارف، في حين سجل سعر صرف دولار مقابل ليرة سورية في المصرف المركزي رسميا 13200 ليرة وفقا لنشرة الحوالات والصرافة. واستقر سعر صرف دولار مقابل ليرة سورية في السوق السوداء ليسجل مستويات 14900 ليرة للبيع و 14700 ليرة للشراء. وبحساب السعر وفقا للسوق السوداء، فإن 100 دولار هتساوي 1470000 ليرة سورية. وفيما يتعلق بأهم الأخبار في الداخل السوري، وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ترفع أسعار المشتقات النفطية للمرة الثانية خلال أسبوعين. وفي التفاصيل، أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قرار
برفع أسعار المشتقات النفطية للمرة الثانية، وذلك بعد قرار رفع سعر مازوت النقل. وحددت الوزارة سعر مبيع اللتر من مادة البنزين أوكتان 90 بسعر 10,000 ليرة سورية بدلا من 9,500 ليرة سورية، في حين حددت سعر بنزين أوكتان 95 ب 12,680 ليرة للتر الواحد بعد أن كان 12,430 ليرة سورية. وكذلك حددت سعر اللتر من مادة المازوت الحر ب 11,675 ليرة بدلا من 10,895 ليرة سورية. وكانت الوزارة قد قررت رفع أسعار المحروقات مطلع العام الحالي 2024، الأمر الذي نتج عنه رفع أسعار جميع المواد الغذائية وغيرها، باعتبار أن المحروقات هي العصب الرئيسي المحرك للنقل. وفيما يتعلق بتحركات الذهب في الداخل السوري، فقد سجل انخفاض بمقدار 3,000 ليرة على خلفية انخفاض سعر الأونص عالميا. وفي كل الأحوال نتمنى تعافي الليرة السورية والاقتصاد السوري، ونتمنى تعافي جميع اقتصاداتنا في الوطن العربي، فكما نؤكد نحن جميعا نسيج واحد. وبالنسبة لأسعار صرف الدولار، فعدد من المدن والمحافظات السورية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء سجل الدولار في دمشق 14,900 ليرة للبيع و 14,700 ليرة للشراء، وسجل الدولار في حلب 15,000 ليرة للبيع و 14,800 ليرة للشراء، وسجل الدولار في إدلب 15,150 ليرة للبيع و 15,050 ليرة للشراء، وسجل الدولار في الحسكة 15,150 ليرة للبيع و 15,050 ليرة للشراء، وسجل الدولار في منبج 15,050 ليرة للبيع و 15,000 ليرة للشراء، وسجل الدولار في الرقة 15,050 ليرة للبيع و 15,000 ليرة للشراء. أما فيما يتعلق بأسعار صرف عدد من العملات الأجنبية والعربية أمام الليرة السورية خلال تعاملات اليوم، سجل اليورو 16,234 ليرة للبيع و 16,011 ليرة للشراء، وسجل الدولار الكندي 11,094 ليرة للبيع و 10,937 ليرة للشراء، وسجل الجنيه الاسترليني 18,966 ليرة للبيع و 18,701 ليرة للشراء، وسجل الدولار الاسترالي 9,825 ليرة للبيع و 9,678 ليرة للشراء، وسجلت الليرة التركية 493 ليرة للبيع و 484 ليرة للشراء، وسجل الريال السعودي 3,984 ليرة للبيع و 3,927 ليرة للشراء، وسجل الدينار الكويتي 48,436 ليرة للبيع و 47,761 ليرة للشراء، وسجل الدرهم الإماراتي 4,057 ليرة للبيع و 3,999 ليرة للشراء، وسجل الريال القطري 4,093 ليرة للبيع و 4,035 ليرة للشراء، وسجل الدينار الأردني 21,028 ليرة للبيع و 20,737 ليرة للشراء، وسجل الدينار العراقي 11,390 ليرة للبيع و 11,238 ليرة للشراء، وسجل الجنيه المصري 482 ليرة للبيع و 474 ليرة للشراء. وبالنسبة لأسعار الذهب في الداخل السوري خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، سجل جرام الذهب عيار 24 969 ألف ليرة، وسجل جرام الذهب عيار 22 890 ألف ليرة، وسجل جرام الذهب عيار 21 851 ألف ليرة، وسجل جرام الذهب عيار 18 729 ألف ليرة، وسجلت أونصة الذهب 2022 دولار فاصل 73 سنت، وسجلت ليرة الذهب 7,052,000 ألف ليرة سورية اللي بتساوي 454 دولار فاصل 98 سنت، وسجلت أونصة الفضة
343,952 ليرة سورية، اللي بتساوي 22 دولار فاصل 19 سنت. وسجل جرام الفضة في سوريا 11,059 ليرة. نكمل جولتنا لاستعراض أسعار صرف الدولار وعدد من العملات الأجنبية والعربية أمام الليرتين السورية واللبنانية، واللي وصلنا فيها لأسعار صرف الدولار في لبنان، واللي سجل في البنك المركزي اللبناني 15,000 ليرة، وما زال سعر صرف الدولار مستقر في السوق السوداء في لبنان عند مستويات 90,000 ليرة للبيع و89,000 ليرة للشراء. دي كانت جولتنا لاستعراض أسعار صرف الدولار وعدد من العملات الأجنبية والعربية أمام الليرتين السورية واللبنانية. لو وصلك الفيديو ما توقفوش عندك علشان غيرك يعرف الأسعار ويعرف تحديثاتها أول بأول. تابعني وادعمني، أنا حسين علي هقدم لك كل جديد في عالم الدولار وعالم الذهب. دمتم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.